قلت لك قبيلة جلالة الملك وقف على هذا الملف بنفسه وحنا كاملين كمغاربة مساندينه ومعاه قلبا وقالبا مهما كانت الثمن، لأنه راه هذا الشيء كيف قلت لك قبيلة بالنسبة للمغرب ماشي قضية ديال اللعب، راني قلتها في المجلس الحكومي وتنكررها، هي قضية حياة أو موت، هي قضية وجود، هي قضية حياة أو موت كمغرب كدولة آمنة مستقرة تساهم في السلم العالمي، تساهم في مواجهة الإرهاب بطريقة شريفة لا تتلاعب. احنا ما عمرك غادي تلقى باللي شي واحد غادي يجي غادي يقول لك باللي احنا اتصلنا بالمختار وقلنا له سير ضرب المصالح الجزائرية بحال كما جاء في ويكيليكس. احنا ما كنلعبوش في هذا الشيء، احنا دولة شريفة كنتصرفوا بطريقة محترمة وتنتلقاو بطبيعة الحال، كنتلقاو ضربات ديرها معركة بطبيعة الحال ما كندبزوش فيها مع محمد عبد العزيز ولا مع البوليزاريو اللي هما حوالي 40,000 واللي لو سمح لهم لرجعوا بكاملهم. وانا كنظن باللي هذه وحده من الامور اللي خصنا وقيلا نحكروا فيها، انه هذوك ابنائنا هنا فين خاص الدبلوماسيه تلعب دورها. ايوا ولكن دابا اسمح لي، هذا الشيء ماشي سهل. صحيح فهمتي، ان هذوك ابنائنا خصهم يرجعوا كلهم، وملي يرجعوا الا كان عندهم شي فكر انفصالي راه كاين وحدين اخرين عندهم فكر انفصالي. المغرب بلادهم ويتسع للنقاش، يجيو يناقشوا، كاين الديمقراطيه الكافيه وكاين الامن الكافي وكاين الطمانينه الكافيه وكاين حقوق الانسان، يجيو يناقشوا ما يبقاو تما. من يستطيع اليوم ان يجزم بان البوليزاريو تتصرف بقرارها؟ من يستطيع ان يجزم؟ الا قلتي لي الصحراء اللي هنا في بلادهم، صحيح، والصحراء اللي هنايا تحت المراقبه ديال المينورسو ديال العالم كله، كيمكن له يجي يدخل ويجي يشوف وكذا الى اخره، تما يا المواطنين المحاصرين يجيوا لبلادهم، وهذاك الساعات هذا المشكل ما غاديش يتجاوز. طيب في هذا الاطار ما غاديش يتجاوز يعني شهور ان لم تكن اسابيع ان لم تكن اياما.